عليك وحش يا ميخ. ايه يا عم بقالك اكتر من 10 ايام ما حد سمع عنك خبر خير؟ عمليه كنت مشغول فيها بس الحمد لله عدت. اما حاجه تكون طلعت من العمليه دي بمصلحه كويسه. كويسه مين؟ بقول لك خبطه العمر. الله 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 للدرجه دي؟ بقول لك ايه يا ميخا، عمليه ايه؟ عشان انا الفضول هيقتلني. خليه يقتلك. لا يا غتت يا رخم، اختار لك واحده فيهم. المهم تعرفوا ان اللي قدامكم ده بقى واحد تاني. واحد تاني ازاي مختار؟ ما انت اهو ما اتغيرتش يعني. عندك كام في البنك؟ لا كده انت بتصدمني بقى ولا نكله. انا يا عم ده اللي جاي على قد اللي رايح. تبقوا مش مستوايا يا عم. ما تخليش الجلاله تاخدك قوي كده، انت عيلتك حاجه، ده انت كل فلوسك رايحه على القمار والنسوان. اللي قدامكم ده بيعون الله وفضله حسابي في البنك فوق ال 20 مليون جنيه. بتقول كام يا مختار؟ 20 مليون ايه؟ فوق. مش بقول لكم مش مستوايا يا ابني؟ ليه يا ميخا؟ تصدق انت اكتر واحد طلعت ناصع فينا. ولسه ايه تاني؟ بالمناسبه السعيده دي انا عازمكم على سهره حتى الصباح. هو ده بيخلينا كلام عيشنا كده. مش ميخا يا معلم، اسمه كريم. يا ميخا يا معيشنا، عيشنا نعيش جنبيك واحنا شبيك لبيك. عيشنا نعيش جنبيك واحنا شبيك لبيك. هتسكتوا؟ هتفضلوا جبنه زي ما انتوا؟ يعني انت عايزنا يعني نروح نفك رقبته ونحط رقابينا مكانها؟ هو ده عدل ربنا؟ لا، عدل ربنا اننا ما نشردش امنا واختنا، عدل ربنا اننا نحافظ على مراتاتنا وعلى عيالنا. انما لو هو اللي شالها ملوش حد في الدنيا غير مراته الحامل زي ما انت بتقول. وما فكرتش ليه في المسكين ابنه اللي جاي في السكه؟ ذنبه ايه يتيتم بسببنا؟ واحنا برضه هنسيبه يا اشرف؟ مش هنسيبه طبعا، ده احنا هنصرف عليه احسن ما ابوه كان هيصرف عليه. يعني هنربط له شهريه هو وامه صدقه جاريه، يعني نطهر بيها انفسنا ونكفر عن ذنبنا مع ابوه، مش كده يا سعد؟ اه طبعا. انتوا ايه؟ الدين عندكم تجاره؟ احنا تجاره؟ دي تجاره مع الله، يعني تجاره رابحه وكله بثوابه. وبعدين الحسنات بتمسح السيئات، ولا هتجادل في دي كمان؟ استغفر الله العظيم. يا شكرا لك. جود مورنينج مستر مختار. جود مورنينج يا عسل. مستر قديم في انتظار حضرتك. تمام. ايه بيفكريني؟ عشان عندي دفتر ليكي ورقه لازم تمضيها. ورقه خاصه بالتعيين؟ تعيين ايه؟ دي احسن ورقه في التعيين. تحت امرك مستر مختار. على البركه. صباح الفل يا شريكي العزيز. اهلا يا مخ. حبيبي. اوام كده عملتني شريك. طبعا، وانا هلاقي احسن منك اشاركه. ازيك يا مختار؟ نعمت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت اللي جابك هنا ليه يا ابني الطلعه السودا دي؟ ده انا جاي اسلم عليك. يا ساتر يا رب ما تنساش ان انا كنت مرات ابوك في يوم من الايام. بلاش بقى السيره دي، دي سيره ما صدقنا قفلناها خلاص. ليه بس كده يا مخ؟ يا اخي انت كنت وحشه وجاي تسلم عليك. الله يسلمها يا سيدي. بس ده باب رزق، ايه اللي خلاك تجيبها هنا؟ شبطت يا اخي تيجي معايا. انتوا لسه بتشوفوا بعض؟ يا ساتر، ده انا فاكر خلاص خدتوا نصيبكم وكل واحد راح لحاله. لا، اصل انا ونديم اتجوزنا. طول عمرك بتوعي واقفه. ايوه، في مانع؟ مفيش. مبروك مبروك يا جوز مرات ابويا. الله يبارك فيك يا مخ. بس يا ريت يعني الحكايه دي ما تاثرش على موضوع الشراكه اللي بيننا. تاثر مين؟ هي امي دي حيالله كانت مرات ابويا، يعني مرحله وعدت. ايه مرحله وايه طريقه الكلام اللي انت عمال بتكلمني بيها من ساعه ما دخلت دي؟ ايه يا عم؟ انت من الناس اللي انا قطعت صفحتهم من اجندتي خلاص. يا سلام، للدرجه دي يا اخويا بتكرهني؟ وانا انسى؟ انسى انك كنت دوره امي وكنت السبب في دخولها الانعاش دون روحها المؤمنه وستر ربنا. طب بالمره ما تنساش بقى ان انا سبب السعد والهنا اللي انت فيه ده كله، وما تنساش ان لولايا ما كنتش حطول مليم احمر من فلوس ابوك. خدمه وعملتيها وخدتي قصادها حقك تالت ومتلت. نعم، عايزه ايه تاني؟ هدخل شريكه معايا. لا 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 لا، ده لما تشوفي حالة ودنك. ليه يا اخويا؟ هتجبي عليا؟ قد الفلوس اللي هتحطها هحط قدها. مش محتاجين فلوسك، واديكي شايفه المصاريف اللي انا صاريفها قد ايه. يا سلام، امال انت عايز تشارك نديم ليه؟ عجباني دماغ الراجل. طب اسمع مختار، احنا ندخل نعمه شريكه معانا واوعدك
انها مش هتتدخل في شغلنا خالص. ما ينفعش يا نديم، امي لو عرفت هتروح فيها. ومين بس اللي هيقول لها؟ العصفوره يا عصفوره. انا؟ امال انا؟ مش انت اللي وصلتي لامي خبر جوازك من ابويا عن طريق المحامي؟ خلاص بقى يا مختار، كانت حركه وعدت وملاش بقى نتكلم في اللي فات. وبعدين مين اللي هيروح يقول لها دلوقتي؟ انت برضو، لانك عقربه ولو ما لقيتيش حد تسميه هتسمي نفسك. لا 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 يا مختار، الله، مهما كان ما تنساش برضو ان نعمه مراتي دلوقتي. اذا كان كده ماشي. طب ايه رايك بقى انه مش ماشي يا مختار يا عبد الستار انت يا ابو ليل، وان انا فيها لغ فيها. مش بقول لك عقربه وبومه. ميخا وحش من شافك. كبير يا كبير. اموره وحشني يا كبير والله. يا كبير يا حبيبي. وحشني يا صيع. يا صيع انت هتصيع علينا ولا ايه؟ احنا لو كنا وحشينك كنت رديت على التليفونات. مشاغل والله يا راجل. ايش 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 ايه القبه دي كلها الوميتال وبلو بلاك؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ستايل حاجه تليق بميامي وانا اي حاجه. قول لي بقى، العجله بتاعت الشغل دارت ولا لسه؟ على وشك هتدور. شكلك كده مركز في الشغل وشكلك هتطلع بمصلحه جامده قوي. اهم حاجه التركيز بالذات في اول طلعه. يا ترى ما انش الاوان بقى تطلع معانا طالعه النايت على سبيل الترفيه؟ جابوا حته رقاصه ملهاش حل يا مختار. ملهاش حل ايه؟ دي جبروت جبروت يا مختار. بالمناسبه دي بقى احنا عازمينك النهارده بمناسبه افتتاح شركتك الجديده دي. غريبه، انت عمركم ما عملتوها. فرصه والمفروض تستغلها. اذا كان كده ماشي. وهو برضو حبة شغل وحبة فرفشة وحبة فوق حبة فوق حبة تحت حبة تحت. مختار الحمد لله على السلامة يا سي مختار. الله يسلمك. الله يسلمك يا سموحة. ازيك حبيبتي؟ كنت فين يا مختار؟ انت في الشغل طبعا. شغل الوش الفجر؟ ما اصل كان في قعدة تجار مهمة النهاردة وكان لازم احضرها. وحضرتك سايب بقى المدبغه والمحل عشان يتنهبوا. فاشا، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان ده حصل وانت ولا على بالك. يا ماما انا باسس لشغل جديد اهم بكتير. يعني كلامي طلع صح؟ طبعا لا، لان المدبغه والمحل انا حاطط فيهم ناس بيبلغوني اللي بيحصل اول باول. يا ابني يا ابني يا حبيبي، يعني سيب شقه عمر ابوك للغرب هم اللي يدوروه. يا ست الحبايب، الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معاها. يا اخويا طور في الشغلانه اللي انت متربي فيها طول عمرك، واللي مالوش خير فيها مالوش خير في حاجه تانية. ما بحبهاش. بس الشغلانه دي بقى هي اللي ربتكوا وكبرتكوا وصرفت عليكوا وخلتكوا رجاله. دي شغله ريحتها وحشه وكلها عرق واخر بهدله. بس حلال. يا سلام، طب ما في مليون شغلانه انضف واقيم وحلال برضو. يعني عايز نعمل ايه؟ عايزني اطلب من اخوك الضابط والمحاسب انهم يسيبوا اشغالهم ويجوا يشتغلوا وانت موجود؟ ليه لا؟ ما هو مالهم برضو. ايوه يا اخويا، بس انت اللي بتفهم في الشغلانه ومعلم فيها. يروحوا يتعلموا لحد ما يبقوا معلمين. وانت رحت فين؟ رقيت نفسي بقى وقعدت على مكتب وبقى حواليا تليفونات. يا خيبه املي فيك يا مختار. يا اخويا لو على المكتب والتليفونات وضب اوضه المكتب اللي في المطبخ وحط التكييف كمان لو عايز، بس خليك في اكل عيشك. يا بت يا بت، كفايه انا اكل عيش، عايزين ناكل بقلاوه. يا سلام، وهي المطبخه ما بتاكلش بقلاوه يا سي مختار؟ تغور بريحتها الوحشه. مالكش حق يا سي مختار. مالكيش دعوه انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واللي عايز حاجه يعملها. معلش حقك عليا يا حاج، ما انت عارفاه راسه ناشفه وماشي على هواه. يا خوفي يا خوفي، ماشي على هواه يجيبه على قفاه كده برضو تزعل الحاجه منك. ما هي مش عايزه تفهم بقى سموحه ان احنا كبرنا وكل واحد فينا بقى ليه مصلحته. وانتوا ليه كل واحد في ناحيه؟ ما تجمعوا نفسيكوا وتدوروا تكرت ابوك. يا حبيبتي الدنيا بتتطور واحنا كمان لازم نتطور، مش هينفع نفضل محلك سر. يعني انت مصر على اللي في دماغك؟ يا بنت، اللي في دماغي ده هيودينا في حته تانيه خالص. ازاي يعني؟ هبقى بيه رجل اعمال محترم مش متبغي. ايوه يا سي مختار، بس الحاجه كوثر دي امك وعيانه، ريحها يريح قلبك. يا سماح، دي امي وانا عارفها كويس، شويه كده وهتروق، وبعدين ما عندها جوز لفنديه التانيين
ولا انا بقى الحيطه المايله؟ خليها تشوف هيسمعوا كلامها ولا لا. ما انت عارف اخواتك ما حدش فيهم هيفهم في الشغلانه دي قدك ولا حملها، وبعدين كل واحد فيهم عنده شغله، وانت كده هتزعلها منهم هم كمان. طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله. واللي تقول لك على حل يريح الحاجه ويريحك ويريح اخواتك هم كمان. حل ايه؟ طالما انت واخواتك مش فاضيين للمدبغه والمحل، انا ممكن اقف فيهم. تقفي فين؟ انت جننتي ليه بس؟ ده انا بعرف احسب واكتب. انت ناسي ان انا طالعه من سته ابتدائي ولا ايه؟ وياما اتمرمطت في الشغل وبنت سوق زي ما انت عايز. انت تنسي الموضوع ده خالص؟ انت عايز تفضحيني؟ الله، ليه كده بس؟ هو انا هعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ طبعا انت مرات مختار باشا، والصح انك ما تعمليش حاجه. امال انا عايشه ليه يا حبيبه قلبي يا روح مختار؟ انت عايشه علشان تتدلعي، تلبسي، تخرجي وتتفسحي، مش علشان تعرقي وتتعبي. يا حبيبي هو انا بشوفك؟ ما انت طول النهار والليل بر، وبعدين الشغل مش هيشغلني عنك، وحياتك عندي انت مش هتحس بفرق خالص. مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. انا ليا 2 اخوات رجاله، اللي عايز منهم ينزل يشتغل يورينا شطارته.